بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة إمامنا في هذه الليلة في صلاة التراويح إلى قول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا أي آمنوا بما يجب الإيمان به، والإيمان في اللغة بمعنى التصديق. قال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وأما شرعا فالإيمان هو اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. فالإيمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا نطق اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهذا ما يتعلق بالقلب. والإيمان بالله عز وجل يزيد وينقص، لزيادته أسباب ولنقصه أسباب. فمن أسباب زيادة الإيمان أولاً التفكر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، فإن التفكر في آيات الله الكونية وهي مخلوقاته من السماوات والأرض وغيرها، والتفكر في آيات الله عز وجل الشرعية وهي أحكامه الشرعية، سبب في زيادة الإيمان. ثانياً، مما يكون سبباً في زيادة الإيمان فعل الطاعة تقرباً إلى الله، فإن الطاعات سبب لزيادة الإيمان. ثم إن الطاعات أيضاً تختلف في زيادتها للإيمان بحسب جنس الطاعة ونوعها، فإن الطاعات تختلف، منها صلاة وصيام وزكاة، ثم هذه الأجناس منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل. ففعل الطاعة عموماً مما يكون سبباً في زيادة الإيمان. ثالثاً، من أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية خوفاً من الله، فالذي يدع معصية الله عز وجل خوفاً من عقابه ورغبةً في ثوابه، لأن الإنسان إذا هم بالسيئة ولم يعملها كتبها الله عنده عز وجل حسنةً كاملة. هذه بعض أسباب زيادة الإيمان. نقص الإيمان له أسباب، منها أولاً الغفلة عن التفكر في آيات الله والتأمل فيها، ومنها أيضاً ترك الطاعات، فكون الإنسان يترك الطاعات التي أمره الله عز وجل بها هذا سبب من أسباب نقص الإيمان، ومنها أيضاً الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي سبب لنقص الإيمان. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تطمئن أي تلين وتسكن بذكر الله، أي بسبب ذكر الله عز وجل. وذكر الله تعالى يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالجوارح. فذكر الله تعالى بالقلب هو التفكر، فكل تفكر يقربك إلى الله فهو من ذكر الله عز وجل بالجوارح. وذكر الله تعالى أيضاً يكون باللسان، فكل نطق تنطق به مما يقرب إلى الله من تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل فهو من ذكر الله عز وجل باللسان. وذكر الله تعالى يكون بالجوارح، فكل عمل تعمله مما يقربك إلى الله، سواء كان ذلك من العبادات من صلوات وزكوات وحج وعمرة وغير ذلك،
أو بر الوالدين أو صلة الأرحام، فهو من ذكر الله عز وجل بالجوارح. إذن ذكر الله بالقلب كل تفكر يقربك إلى الله، ذكر الله تعالى باللسان كل نطق يقربك إلى الله، ذكر الله تعالى بالجوارح كل عمل تعمله مما يقرب إلى الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله تعالى سبب لطمأنينة القلوب والقرب من علام الغيوب. واعلم أن من رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم الأذكار الشرعية حتى يكون العبد على صلة بالله عز وجل. هذه الأذكار منها ما يكون له سبب ومنها ما ليس له سبب. والأذكار الشرعية التي شرعها الله عز وجل لعباده أربعة أنواع. النوع الأول ما قيد بفرض، الأذكار المقيدة بفريضة، كالأذكار التي تكون عقب الصلوات المكتوبة، وكما يكون بعد الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. النوع الثاني ذكر مقيد بزمن، كأذكار الصباح والمساء فإنها مقيدة بزمن. فأذكار الصباح تبتدئ من طلوع الفجر إلى الزوال، وكلما بادر الإنسان بها فهو أفضل. وأذكار المساء تبتدئ من بعد صلاة العصر إلى ما بعد العشاء. لكن ما قيد بالليل فإنه لا يكون إلا بعد غروب الشمس. فمثلاً قراءة آية الكرسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة، الليل لا يدخل إلا بعد غروب الشمس، فلا يجزئ لو قرأتها بعد العصر. أما ما سوى ذلك، أعني مما لم يقيد بالليل، كأمسينا وأمسى الملك لله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، رضيت بالله ربا، ونحو ذلك، فيجوز أن تأتي به بعد العصر. النوع الثالث من أنواع الذكر ما قيد بسبب، أذكار مقيدة بسبب، كالذكر عند دخول المسجد. فالسنة عند دخول المسجد أن يقدم رجله اليمنى دخولا، وأن يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. عند الخروج يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ووجه الفرق ظاهر، لأن المساجد محل تنزل الرحمات من الله عز وجل، والإنسان حينما يخرج من المسجد يبتغي فضل الله وما عند الله عز وجل من الرزق، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن الأذكار أيضا المقيدة بسبب الذكر عند دخول الخلاء وعند الخروج منه، الذكر عند دخول المنزل وعند الخروج منه، كل هذه أذكار مقيدة بأسباب، فإذا وجد السبب شرع الذكر. النوع الرابع من أنواع الذكر الذكر المطلق الذي لم يقيد بفرض ولا سبب ولا زمن، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله عز وجل. وأعظم الذكر وأشرف الذكر هو تلاوة كتاب الله عز وجل، فإن القرآن أعظم ذكر وأشرف ذكر. هذا القرآن العظيم أنزله الله عز وجل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
وهو أعظم آية أوتيها الرسول صلى الله عليه وسلم. كل نبي من الأنبياء يرسله الله عز وجل يعطيه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أعطي آيات أعظمها هذا القرآن. قال الله عز وجل مخاطباً كفار قريش: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فكفى بالقرآن آية وعبرة وعظة. هذا القرآن العظيم أمر الله عز وجل بتلاوته، ورغب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والتلاوة التي أمر الله تعالى بها في كتابه ورغب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وخطابه ثلاثة أنواع. النوع الأول التلاوة اللفظية، أن يقرأ القرآن لفظاً، وفيها ثواب عظيم وأجر جزيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن إذا قرأ القارئ ألف لام ميم له ثلاثون حسنة، لأن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. هذا النوع الأول من أنواع التلاوة، وهو تلاوة القرآن لفظاً. النوع الثاني من أنواع التلاوة التلاوة المعنوية، وهي تدبر القرآن والتفكر فيه. فإن الله تعالى أنزل هذا الكتاب للتدبر والتفكر والتعقل. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. والتدبر معناه التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها وحقائقها. هذا معنى التدبر، أن تتأمل في الألفاظ حتى تصل إلى حقائقها وإلى معانيها. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الإنسان لا يمكنه أن يتدبر كتاب الله عز وجل إلا بعد فهم المعنى. الذي لا يفهم المعنى لا يمكن أن يتدبر. فالذي يقرأ مثلا كلاما باللغة غير عربية ولا يعرف هذه اللغة لا يمكن أن يفهم ما اشتمل عليه هذا الكلام. كذلك أيضا القرآن، الذي يقرأ القرآن ولا يفهم معناه لا يمكن أن يحصل له التدبر الكامل، وإن كان ينتفع بذلك، لكن التدبر الكامل لا يمكن أن يحصل له. فالتدبر إنما يكون بعد فهم المعنى. ولهذا كان لزاماً على من أراد أن يتدبر القرآن حق التدبر أن يفهم معاني القرآن، وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير الموثوقة التي ألفها العلماء الموثوق بدينهم وعلمهم وعقيدتهم ومنهجهم. النوع الثالث من أنواع التلاوة التلاوة العملية، وهذه هي الثمرة والغاية والنتيجة، وهي العمل بالقرآن. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أي أصغ إليها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه.
فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فاتق الله عز وجل وكن صادقا مع الله بإخلاص العبادة له، كن صادقا مع رسوله صلى الله عليه وسلم بحسن الاتباع له، كن صادقا مع إخوانك المؤمنين بأن تعاملهم وأن تحب لهم ما تحب لنفسك، وهكذا. هذه الأنواع الثلاثة أيها الإخوة، الأنواع الثلاثة من تلاوة القرآن هي التي كان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة فمن بعدهم، كانوا يتلون القرآن تلاوة لفظية وتلاوة معنوية وتلاوة عملية. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن لفظاً والعلم معناً والعمل. تأمل، قال: تعلمنا القرآن، هذه التلاوة اللفظية، والعلم هذه التلاوة المعنوية، والعمل هذه التلاوة العملية. إذن علينا أيها الإخوة أن نحرص على الإقبال على كتاب الله عز وجل، وأن نقرأه بالتدبر والتأمل، لأن الإقبال على كتاب الله وقراءته بالتدبر والتعقل سبب لثبات الإنسان على دينه، وسبب لنجاته من الفتن. فإن من أعظم ما يثبت الإنسان عند الفتن ويثبت الإنسان على دين الله عز وجل هو التمسك بكتاب الله والإقبال على كتاب الله. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وهذا يدل على أن القرآن الكريم من أسباب الثبات على دين الله عز وجل. ثم إن تلاوة القرآن الكريم أيضا كما مر بنا لا تقتصر على مجرد تلاوته لفظا، بل إن الذي يقرأ الأحكام المستمدة من كتاب الله تعالى يكون تاليا لكتاب الله. ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. ما معنى يتلون كتاب الله هنا؟ يشمل التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية. فالذي مثلا يفسر القرآن ويستنبط الأحكام، لو أننا مثلا قرأنا آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، وصرنا نتكلم عن ما يتعلق بالوضوء وشروط الوضوء وأحكام الوضوء والغسل والتيمم ونحو ذلك، هذا من تلاوة كتاب الله بالمعنى الثاني وهو التلاوة المعنوية. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ذكر عليه الصلاة والسلام 4 أمور: إلا نزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة، وذلك لأن تلاوة كتاب الله من الذكر، وذكر الله تعالى مما يكون سببا لطمأنينة القلوب. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، يعني أن رحمة الله عز وجل تغشاهم وتغطيهم، وحفتهم الملائكة أحاطت بهم إجلالا وتعظيما لهم، وذكرهم الله تعالى في من عنده. وقد قال الله عز وجل: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات،
وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه جواد كريم.